وصلني الآن على الهواء خبر أحزنني كثيرا. فقدت الصحافة المصرية والصحافة العربية فارسا من فرسان الصحافة. فقدنا الأستاذ الكبير الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم سعدة. إبراهيم سعدة واحد من المدارس الصحفية الكبيرة في مصر. إبراهيم سعدة له العديد من التلاميذ وأنا واحد منهم، يعني كان لي شرف استقباله في المطار في عودته من رحلة العلاج الطويلة. إبراهيم سعدة كان مهموما بالشأن المصري حتى آخر نفس في عمره، خالص العزاء للصحافة المصرية، خالص العزاء للصحافة العربية، خالص العزاء لأسرة الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة. بعزي رجل الأعمال الأستاذ محمد فاروق وبعزي الأستاذة نيفين سعدة، وسيبقى إبراهيم سعدة في وجدان كل من عمل بالكلمة، وسيبقى في وجدان مؤسسة أخبار اليوم وكل شخص يعمل بها. غدا بمشيئة الله ستقام مراسم دفن الفقيد، من ستخرج الجنازة من مؤسسة أخبار اليوم كما أوصى، وسيكون صلاة الجنازة ستكون بمسجد عمر مقهى بصلاة الظهر، ثم يعني سيكون دفن الفقيد الكبير في مقابر الأسرة في مدينة 6 أكتوبر. نعزي أنفسنا ونعزي شعب مصر كله في وفاة الكاتب الكبير إبراهيم سعدة.